چلو میں فرش سے عرش کو آج چھولوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو کو معلوم ہے ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے معلوم ہے میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو کو یا نینا والے چلو جگالے چلو اللہ اللہ غازی کرو بو حشم سینے آب پر اس نے داڑا علم سوچا ساحل پہ یہ بحر اہل حرم اہل حرم دوش پر رکھ کے یہ القمالے چلو ہے کرب و بلا میری مٹی میں گئے عشق والے با کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا اس کے سوا سوئے دامان اہل کے سالے چلو إن بعض
الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا
وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين مفتاح الجنة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدعاء مفتاح الرحمة، والوضوء مفتاح الجنة، والصلاة مفتاح الجنة. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأدى النصيحة لأهل بيته فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن المصلي ليقرع باب الملك، وإنه من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال الإمام الرضا عليه السلام: إن الصلاة أفضل العبادة لله، وهي أحسن صورة خلقها الله، فمن أداها بكمالها وتمامها فقد أدى واجب حقها، ومن تهاون فيها ضرب بها وجهه.
جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول كما نسأله أن ينصر مجاهدينا ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا ومرضانا، وأن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي حجة الله، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا للفلاح،
حي على خير العمل حي على سيدنا محمد وآله وسلم